الاثنين وهذا القمة المقامة في أذربيجان. نتابع للعديد من الدول ومنها دولة الكويت التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة من ارتفاع متزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية. ومن هذا المنطلق فإن دولة الكويت ملتزمة بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو من خلال جملة مشاريع وإجراءات وطنية وتأكيد لمبادئ اتفاق باريس. فإن دولة الكويت تدعم مبادرتي الرئاسة النداء للهدنة والمياه من أجل التغير المناخي، وتدعو دولة الكويت الدول المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نمواً لتمكينها من مقاومة آثار تغير المناخ والتكيف معها والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني. السيدة الرئيس، لم تتوانى دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشاريع لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضا ومنحة تقدر قيمتها ب 23 مليار دولار أمريكي. وتلتزم دولة الكويت بجهود موائمة النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060، وذلك من خلال تبني العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون كما بما فيها تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة، كما تطمح إلى الوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول العام 2050 وإدخال تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة، وتتطلع إلى تحقيق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2040، آملين في أن تساهم جهودنا المشتركة في تحقيق مستقبل مزدهر يعود بالخير على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you, Your Highness. It is my pleasure to welcome His Eminence Cardinal Pietro Parolin, وزير خارجية الكرسي الرسولي. لك الكلمة الآن. Madam President, سيد الرئيس، فخامتكم، السادة والسادة، سيدات والسادة، من نيابة عن فرانسيسا أعرب عن تحياتي وأعرب عن تشجيعه ودعمه حتى ينجح كوب 29 في تآزر المجتمع الدولي للعب دورا هاما لمصلحة المجتمع وموطننا، وهو مسؤوليتنا ورعايتنا. الجهود يجب أن تبذل تحديدا لإيجاد حلول لا تقود تنمية وتكيف قدرة تكيفية لعدة بلاد بالفعل بها عبء بالديون الاقتصادية، بالفعل الديون الخارجية والاقتصادية وجهين عملة واحدة.
وأود أن أؤكد وأناشد أن هذه السنة نحن نسأل المزيد من الأمم بالإقرار بكثير من أن كثيرا من الديون لدى البلاد لن يستطيعوا دفعها، فهذه مسألة عدالة وأصبحت أكثر إلحاحا اليوم بشكل جديد من العدالة، والذي يقر بالتزايد أن الديون البيئية الواقعية موجودة بين الجنوب وشمال العالم، والذي من دوره التأثير على البيئة والاستخدام المتوازن للمصادر الطبيعية لبلاد معينة على مدى طويل. لهذا السبب يجب أن ننشئ هيكل إنساني جديد متعدد الأطراف مرتكز على الإنسان بناء على مبادئ العدالة والإنصاف والتضامن. الهيكل المالي الذي يتيح لجميع البلاد خصوصا الأفقر والأضعف للعرضة للكوارث الطبيعية، ومن أجل اتفاقية طموحة تستهدف تنمية شاملة حقيقية، يجب أن نأخذ على عاتقنا مسؤولية حماية مستقبلنا فقط ولكن مستقبل الجميع. وأنا أدعم نقدم دعمنا لبكرسي الرسول خصوصا في التعليم البيئي ورفع نشر التوعية على جميع الأصعدة الإنسانية. شكرا لكم. شكرا السيد. ومن دواعي سروري أن أرحب الآن بفخامة السيد أندرو بلانكوفيتش رئيس وزراء الكويت. رئيس وزراء كرواتيا، تفضل. فخامتكم سيدتي وسادتي، من دواعي سروري أن أقف أمامكم اليوم لمعالجة أحد الأمور الملحة في وقتنا، الحاجة للعمل المناخي أمام التغير المناخي. مستقبلنا يعتمد عن مدى كثافة عملنا اليوم، الالتزام بتقليل انبعاثات الطاقة وتسريع الانتقال الخضراء، وهو نحن البعد عن الوقود الحفري هو ضرورة. نحن نبذل جهدنا بدعم البلاد المجاورة، هو مسؤولية لنا. في 2002 الطاقة المتجددة استهلاكها أصبح 29%، وهذا رقم يزيد في النمو. نستهدف ل 42% من الطاقة المتجددة ب 2030 لإدارة الاستدامة والاستثمار والطاقة المتجددة، وأيضا جهودنا أظهرت أن بإمكاننا العمل في هذا النطاق، وأيضا الحفاظ على طبعة كربونية منخفضة هو هدفنا. نحن نعمل على حماية 30% من البيئة البحرية، وقمنا بإطلاق مبادرة تحت رئاستنا للبيئة. هذه المبادرة تتطلع في إنهاء أو تخفض الميثان،
وبعض المناطق الأخرى في علاج تغير المناخ هو علاج الإسكان وخفض استهلاك الطاقة يتطلب جهود أكبر. في كوب 29 الجوانب المالية تشكل أهمية كبيرة. يجب أن نسرع حشد وتوزيع العمل المناخي. التنمية المستدامة يجب أن تنشمل في البعد الاقتصادي والإنساني. ونحن نعمل في بلاد كثيرة وعلينا أن نضمن أن ناتج قومي محلي يخدم أهداف التنمية المستدامة والانتقال الرقمي. وهذا المؤتمر يمثل منصة لحشد الموارد والتمويل لدعم التغير المناخي. الإحصائيات في كرواتيا أظهرت التأثيرات الكبيرة والملحة في التغير المناخي. نحن هذه المبادرة بالتناسق مع أصحاب الجهات المعنية في المنطقة يجب أن نتصرف الآن لحماية شعبنا واقتصاداتنا. كرواتيا تلتزم بمستقبل صامد أمام التغير المناخي. يجب أن نحقق طموحاتنا على أرض الواقع لحماية المستقبل القادم. شكرا فخامتك. الآن والآن من دواعي سروري أن أرحب بسيد باتر فيالا رئيس وزير الوزراء التشيك. لك الكلمة سيد الرئيس. فخامتكم سيداتي وسادتي، أولا أود أن أشكر السيد الرئيس وشعب أذربيجان لاستضافة هذا المؤتمر الهام. تغير المناخي هو خطر حقيقي للجميع وأنه مدمر. نرى الآثار المدمرة في العالم، هناك فيضانات في أوروبا وإعصارات في أمريكا وجفاف في آسيا وجفاف في أفريقيا، وهذا ممكن أن يزيد من خطر التشرد والفقر والجوع. نعلم جميعنا المخاطر، ولكن أيضا نعلم كيف مدى صعوبة الانتقال من التكلمات للتصرف أو الإفعال. أنا أتشرف فخورا بأن بلادنا اتخذت إجراءات مهمة في قطاع الطاقة. تغير تماما، سنقطع وندفع الطاقة المتجددة والنووية. بالنسبة للعمل الماضي، أنا أعتقد بقوة أن القوة النووية ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يعطيني أن الطاقة النووية هي الهدف. وأيضا تطورنا تكنولوجيات جديدة من على مدار 50 عاما من الطاقة النووية، ومستعدين لمساعدة أي بلد تود أن تستخدمها في استخدامها في المستقبل. هذا يتضمن ندوات، هذا يتضمن تكنولوجيات تقليدية أو معقدة ولها أهداف كثيرة، وأيضا هي آمنة جدا بمساعدة بناء على موافقة الخبراء والمعايير الدولية. الحلول المبتكرة والعمل الجماعي هو أساس حل هذه المشاكل، ولكن فقط خفض
التأثير ليس كافيا. أيضا نحتاج أن نركز على التكيف، يجب أن نعيد تحديد أولوياتنا ونساعد بعضنا البعض في حل أو إعادة بناء البنية التحتية للصمود مع التحدي المناخي. حلولنا يجب أن تكون عملية، وأنا أنظر على تاريخ الأهداف المناخية أرى فشلا كثيرا في عدة مناطق كثيرة، وهو صعب للغاية لتحقيق الوعود، ومن غير المحتمل ليس من مستبعد أن نستمر في هذا الطريق، ولكن يجب أن نعتمد على إجماع واقعي طموح، وهذا مهم أهم بكثير من إعلان بيانات غير واقعية. من العظيم أن الاتحاد الأوروبي يود أن يقود الطريق، ولكن الآخرين يجب أن يتبعوا هذا الطريق لإحراز فارق. وأنا أقدر التزام الاقتصادات الكبرى حول العالم وممتن أنهم يمثلوا نموذج رائع. سيدتي وسادتي، هدف المؤتمر أساسي هو مواجهة الصعوبات، ولكن لا يجب أن نستسلم. نحن على أتم الاستعداد في لعب دورنا في التعاون مع المجتمع الدولي لبناء السلام ولتقليل المعاناة وزيادة الفرص في حياة جيدة للجميع. شكرا لانتباهكم وحسن استماعكم. شكرا سيد رئيس الوزراء. من دواعي سروري أن أدعو سيد مصطفى كمال مدبولي رئيس وزراء مصر، لك الكلمة. أصحاب الفخامة والسعادة، قادة الدول والحكومات، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عن سيادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29. وأهنئ وأتقدم بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنيا كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكدا دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر. يعقد مؤتمر باكو لتغير المناخ في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يرتب خسائر اقتصادية وبشرية تفرض ضغوطاً إضافية على دولنا. وقد حرصت مصر دوماً على التركيز على مسألة التنفيذ فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، مما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية. وفي هذا الإطار نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي نحو الانتقال العادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس. ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف. ويأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن الدول الأفريقية توجه بالفعل ما يصل ل5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
السيدات والسادة، تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050 واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة لزيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة حتى عام 2030. وأطلقت مصر منصة وبرنامج وطنيا للمشروعات تحت اسم منصة نوفي، التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية. وأود الأشارة إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لدولنا. وفي ضوء سعي هذا المؤتمر للتوصل لاتفاق حول الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، أود التأكيد على ما يلي: أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تطلع به الدول المتقدمة، أن تمثل المنح والقروض بالغة التيسير النسبة الغالبة من التمويل، مع عدم إمكانية اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارية بمثابة تمويل للمناخ لما يترتب عليها من زيادة لأعباء مديونية. خامسا، هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحا من تمويل. وختاما، أؤكد مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأزرية لنجاح المؤتمر وتحقيق ما نسبوا إليه من تطلعات. شكرا جزيلا لكم.